في نهاية القرن الثامن عشر ظهرت حركة فنية جديدة عند بعض الفلاسفة والشعراء الغربيين، ورغم أنها حركة فكرية مو دينية ولا اجتماعية إلا أنها أثرت كثيراً في العالم اللي نعرفه اليوم، وأثرت بصورة غير عادية على مناحي حياتنا، على نظرتنا للحب، الزواج، العائلة والعمل والمشاعر، وحتى على تعاملنا مع الطبيعة والبيئة من حولنا. هذه الحركة هي الحركة الرومانسية أو رومانتسيزم. أي شخص اليوم مهما كان يوصف بأنه براغماتي أو واقعي راح تلاقيه متأثر ولو بشكل بسيط بالفكر الرومانسي. إحنا كلنا في النهاية نعيش في ظلال الحركة الرومانسية، لكن لا تفهموا كلامي خطأ. الحركة الرومانسية غير مرتبطة بالحب بالضرورة. أعرف أن في ثقافتنا الشعبية لما نوصف شخص بأنه رومانسي نقصد أنه هو حبيب، لكن الرومانسية مختلفة بعض الشيء. في عام 1845 اتخذ الشاعر والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو قرار عجيب، فقرر أنه سيهجر حياة المدن والندوات والسياسة ويبتعد عن الناس، ويبني كوخ في أرض مملوكة لصديق له على ضفاف بحيرة والدن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. هناك عاش ثورو حياة بسيطة، يراقب الطبيعة ويشوف التغيرات النفسية اللي طرأت عليه من هجره لحياة المدينة. كان يعيش وحيداً بلا حصان ولا مأكل، وأقرب جار له على بعد أكثر من كيلومتر ونصف، وكان يأكل مما يصطاد أو ما يجمعه من ثمار الغابة. لاحقاً نشر كتابه والدن أور لايف إن ذا وودز، وفيه قال: ذهبت إلى الغابة لأني أردت أن أعيش، أن أواجه الحقائق الأساسية للحياة، وألا أكتشف عند اقتراب موتي أنني لم أعش حياة حقيقية. تجربة ثورو تمثل واحدة من العناصر الأساسية في الفكر الرومانسي، أن الحياة وسط البشر خانقة، وأن الحضارة عبء، وأن العودة إلى الطبيعة البكر هي عودة الإنسان إلى ذاته مرة أخرى، حيث يتواصل مع الكائنات الحية اللي تعيش على فطرتها. طبعاً قد تتفق أو تختلف مع الفكر الرومانسي ومع جوغان وثورو، لكن علشان نفهمها أكثر خلونا نرجع لجذوره، وتحديداً لعام 1347. هذه السنة الكارثية انتشر فيها الطاعون أو الموت الأسود من آسيا إلى منطقة البحر المتوسط وحتى أوروبا، وحصد المرض نحو ثلث سكان أوروبا، وترك صدمة هائلة في نفوس كل من عاصروه. تخيلوا، ثلث سكان قارة كاملة ماتوا. في تلك الأجواء حالكة السواد بدأ الإيطالي جيوفاني بوكاتشيو في كتابة عمله القصص الشهير الديكاميرون، يحكي فيه قصة هروب 7 شابات و3 شبان إلى قصر خارج فلورنس فارين من الموت الأسود، وهناك بدأوا يحكون حكايات عن الحب والعلاقات والزواج والخيانة. وتمثل مجموعة قصص الديكاميرون جوهر أدب القرون الوسطى، اللي يرى أن الحب والزواج مو مرتبطين، بل أن ما يشعل نار الحب هو أن المحبوب لا يمكن الفوز به. وهذا يذكرني بقصص الحب في التراث العربي كقيس وليلى وجميل وبثينة وكثير وعزة، حيث لم تتحقق أحلامهم بالزواج فأنتجوا روائع الشعر العربي. طيب، شو أصل كلمة رومانس؟ حكايات القرون الوسطى كانت توصف بالرومانسية لأنها كانت تكتب باللغة اللاتينية، وهي لغة أهل روما القديمة أو الرومان، فرومانس جاية من رومان. ثم تمت ترجمة هالحكايات إلى اللغات الأوروبية المحلية، وكان الطابع العام لهذه القصص أنها تتحدث عن أدب الفرسان اللي أحبوا أميرات، لكنه حب حكم عليه بالفشل. وكان الفرسان يعيشون في صراع بين الواجب والعاطفة، وهذا هو جوهر القصص الرومانسية في ذلك الوقت. ولذلك لما تسمعون وصف اللغات الرومانسية فهذا ما يعني بأنها لغات عاطفية، بل هي لغات أصلها لاتيني أو روماني، وأشهرها اليوم هو الإسبانية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية والرومانية، وهي لغة رومانيا وبعض المجتمعات الصغيرة المجاورة لرومانيا. في عالم القرون الوسطى كان الإنسان يتزوج لكل الأسباب اللي يمكن أن تتخيلها: التزام عائلي، رقي طبقي، تحالف سياسي، الترابط بين الجيران، بل أحياناً علشان يسد ديونه، كل شيء ما عدا الحب. في عام 1489 وتحديداً في المدينة الإسبانية مدينة ديل كومبو، حصل تحالف بين مملكتي إنجلترا وإسبانيا، بموجبه تم تخفيض الضرائب التجارية
وإعلان فرنسا عدوا مشتركا للبلدين، وفوق البيعة تعهد بالزواج بين ابن الملك هنري السابع ملك إنجلترا اللي كان عمره 2 فقط، والأميرة كاثرين الإسبانية اللي كان عمرها 3 سنوات. وهكذا بمنتهى البساطة تم الزواج بعد هذه المعاهدة ب 12 سنة دون الالتفات أصلاً لموافقة الزوج أو الزوجة. كانت النظرة وقتها أن الزواج عن حب يليق فقط بقصص الفرسان الرومانسية، أما أن هذا الشيء يصير في الواقع فإنه مجرد حماقة. نقدر نقول أن بداية الفكر الرومانسي أو الرومانتسيزم كانت مع المفكر الفرنسي جان جاك روسو في عام 1761، لما نشر رواية جولي، وهو اسم البطلة الأرستقراطية اللي تحب معلمها من الطبقة الوسطى، ورغم أن الفوارق الاجتماعية بينهم ظلت حاجز منيع وحرمتها من الزواج، لكن لأول مرة بدأ القراء يتساءلون ليش نحن مضطرين أن نعيش قصة حب بلا أمل؟ ليش ما ينتهي الحب بالزواج؟ وفي العام التالي نشر روسو كتابه الأهم إيميل أو في التربية، واللي فيه وضع جوهر الفكر الرومانسي، وقال البالغون يعيشون في الكبت، وطريقهم للحرية يبدأ في أن يتعلموا من الأطفال البراءة والفطرة السوية. لكن روسو ما كتب هالكتاب علشان يربي فيه البالغين الصغار، بل الصغار هم من يعيدون تشكيل وجداننا. وعند روسو كل إنسان ما يقدر أن يعيش حياة سوية إلا بالتواصل مع الطفل الداخلي اللي فيه. هذا الطفل هو مصدر الإبداع والإلهام والأفكار المتجددة. باختصار، جوهر الفكر الرومانسي عند جان جاك روسو هو أن نعود إلى عذوبة وبراءة الأطفال، أن نتعلم منهم الفضول والنظر إلى العالم بعيون واسعة ومندهشة. في عام 1770 انتحر الشاعر الإنجليزي توماس تشاترتون، وكان عمره 17 عام فقط. كان يعاني من الاكتئاب لأنه ما حد كان راضي ينشر شعره، ولأن عائلته الثرية كانت تباه يشتغل في وظيفة مرموقة. بعدين صار تشاترتون أيقونة للشعراء الإنجليز الرومانسيين مثل اللورد بايرن أحد رموز الحركة الرومانسية، والشاعر جون كيتس وبيرسي شيلي. هؤلاء كلهم ماتوا في سن الشباب، وكلهم كانت عندهم حساسية تجاه المجتمع القاسي اللي ما يقدر المواهب، المجتمع المادي الجشع، بينما هم الفنانين يمثلون الأرواح الحرة المتمردة. الفكر الرومانسي عند هؤلاء هو إعلاء المشاعر على حساب العقل، والفن على حساب المادة، والعواطف على حساب العلم. فما يهمهم أن المجتمع شافهم فاشلين أو ناجحين، المهم أن يكونوا نبلاء في نظر القلة القليلة اللي تقدر الفن. نقدر نقول أن الفكر الرومانسي ظهر كنوع من المواجهة مع بداية الثورة الصناعية في القرن 18، لما امتلأت المدن بالمصانع والمساكن العشوائية اللي تستقبل آلاف السكان المهاجرين من القرى والأرياف إلى المدن، وكانوا يعملون في ظروف قاسية ولساعات طويلة مقابل أجور قليلة جدا. الثورة الصناعية لوثت الجو بالدخان والمياه بالمخلفات، وقتلت سكون الليل بهدير المكاين اللي ما توقف على مدار الساعة من أجل تصدير البضائع بكميات كبيرة. أغلب الناس صاروا يستثمرون في الصناعة ويحسبون بدقة الأرباح والخسائر، وما حد كان يهتم بالقيم الإنسانية، فالمهم هو الربح السريع على حساب البيئة والبشر. أيضاً الثورة الصناعية أدت إلى تفكك الأسر وانهيار قيم العالم القديم، فارتفعت النزعة الفردية، وكل عامل موظف يكسب قوت يومه بنفسه وما عاد يعمل كالسابق في مزرعة عائلته، وصار كل إنسان يسكن في شقة أو حتى في حجرة مع غرباء مثله وليس في منزل الأسرة. فبرز السؤال، ليش أتزوج فلانة اللي ما أحبها بس علشان أرضي أسرتي؟ طيب وين أسرتي اليوم أصلاً؟ مش من الطبيعي أن أسعى لاختيار من أريد؟ وهكذا ظهرت أفكار وتوجهات جديدة بسبب الثورة الصناعية ومآلاتها على حياة البشر. في نهاية القرن 18 كان في إنجلترا قانون صارم يمنع زواج من هو أصغر من 21 عام إلا بموافقة ذويه. في الوقت نفسه كانوا الشبان يرفضون الزيجات المدبرة القائمة فقط على الماديات، ولهذا فكر الشاب الإنجليزي الرومانسي في الهرب إلى الحدود الإسكتلندية، وتحديداً إلى أول قرية هناك
يسهل الوصول لها بالقطار، قرية غريتنا غرين. هناك يسمح القانون الاسكتلندي لمن شاء بالزواج شرط وجود 2 من الشهود فقط. وقد نشر قسيس القرية مذكراته عن هذه الزيجات الشبابية الرومانسية اللي يتسابقون فيها الشباب مع الزمن للوصول إلى غريتا غرين قبل أن يلحق بهم أهلهم ويعيدونهم بالقوة إلى إنجلترا. ورغم ذلك برز تعاطف من شرائح واسعة من المجتمع الإنجليزي مع الشباب اللي يسعون لانتصار الحب وتتويجه بالزواج. لم تعد الرومانسية مجرد أفكار في أذهان المفكرين أو حركة فنية يتم التعبير عنها في لوحات وقصائد وكتب، بل تحولت لحقيقة وواقع. لو سألت أغلب الناس اليوم عن رأيهم في الحب والزواج بيقولون نفس الإجابة التقليدية لأغلب المفكرين الرومانسيين: الزواج هو النتيجة المنطقية للحب. في الحقيقة هذا أكبر تغيير قام به الفكر الرومانسي في أذهان الناس لين اليوم، وهو الربط بين الحب والزواج. الأدب الإنجليزي الرومانسي في القرن 19 ساهم في نشر هذه الفكرة في أغلب أرجاء العالم اللي احتلته بريطانيا، لأن السفن الإنجليزية ما كانت تنقل البشر والبضائع فقط، وإنما الكتب والأفكار كذلك. لهذا قرأت النخب المثقفة في دول العالم اللي تم استعمارها قرأوا لبايرن وكيتس وجين أوستن وغيرهم، وتأثروا بهذه المفاهيم عن الحب والزواج اللي كانت سائدة في العصر الفيكتوري. الحركة الرومانسية ما كانت حركة بريطانية فقط، وإنما أوروبية. في ألمانيا مثلا هناك الكاتب والشاعر الكبير غوته، وفي فرنسا كان هناك تشارلز بودلير، وفي إيطاليا فيدريكو دي روبرتو. لكن وسط مئات الكتاب والمبدعين الرومانسيين تحتل الإنجليزية جين أوستن مكانة خاصة. من أسرار جاذبية أوستن في أوساط القراء لين اليوم أنها كانت متزنة في النظر للعلاقة بين الحب والزواج، فهي من ناحية كانت متعاطفة مع الشباب اللي يؤمنون بأن الزواج لابد يكون عن حب، لكن في الوقت نفسه تفهم وجهة نظر كبار السن بضرورة التكافؤ المالي والاجتماعي بين الزوجين، وأن الحب الحاله مش معيار للزواج. ومن خلال رواياتها مثل العقل والعاطفة وكبرياء وهوى وضعت أوستن معايير الحب الحديث. فالزواج يحتاج إلى تبادل مشاعر، لكنه يحتاج أيضاً إلى قدر كبير من الذكاء العاطفي، وأن يتنازل كل طرف عن رغباته في سبيل الحياة المشتركة. الحب عند جين أوستن مثل رأس المال، والزواج هو المشروع اللي لازم تبذل فيه جهد ووقت وتكون منتبه لكل تفاصيله علشان ينجح. المشكلة الحقيقية في نموذج أوستن للرومانسية إنه صعب الأمور وخلى توقعات الناس ناحية الحب والزواج عالية، فصرت لازم تشعر بالانجذاب العاطفي ناحية شريك حياتك، في الوقت نفسه لازم تكونون متكافئين من ناحية اجتماعية والمادية، ويكون الشريك قادر على الوفاء بالتزامات الإنجاب والتربية، ويكون عاقل ومتزن ورشيد. يا جماعة وين هذا كله؟ فتحول الأمر لمثالية مفرطة، وجاءت السينما لتعزز تصور أوستن عن الرومانسية، فعلى كل شخص أن يصبر وينتظر حتى يحصل على The One أو الشريك المثالي، وألا يقبل بأي تنازلات. لكن الواقع محير يا جماعة، فاليوم صارت الناس تتزوج عن حب أكثر من قبل، والمفروض أن علاقاتهم تكون أكثر استقراراً. طيب لو أقولكم بأنه في عام 1960 كان معدل الطلاق العالمي 12%، أما في 2022 وصل إلى 48%، يعني تقريباً نص الناس اللي يتزوجون اليوم يتطلقون. هذه الإحصائيات تشير إلى أن نظرتنا المعاصرة عن الحب والزواج نتيجة الفكر الرومانسي مش صحيحة تماماً. الرومانسية ما خلتنا أكثر سعادة من الزواج التقليدي، لكن هذا أيضاً ما يعني أن الزواج التقليدي هو الحل. طبعاً أنا مش قاعد أدافع عن نمط زواج وأهاجم نمط آخر، لكن اللي أقوله هو أن المعايير لما ترتفع إلى حد كبير جداً يصبح الشعور بخيبة الأمل شيء حتمي. لكن أكبر سبب للطلاق اليوم حسب إحصائيات الأمم المتحدة هو غياب الالتزام، أو مثل ما كتبوا في تقريرهم lack of commitment. هناك الكثير من العوامل اللي تنجح أو تفشل أي زواج، الرومانسية هي جزء واحد فقط وجزء مهم، لكن العلاقات الإنسانية أكثر تعقيداً من حصرها في فكرة واحدة. البعض قد يرى أن الفكر الرومانسي ساذج وأميل إلى الرعونة، لكن في الحقيقة
الفكر الرومانسي له إنجازات كبيرة على حياتنا المعاصرة، لأنه خلانا أكثر تقديراً للبيئة والكائنات الحية. تذكروا أن الرومانسية ما تعني الحب والغرام، بس الفكر الرومانسي خلانا أيضاً نكون أكثر رضا عن أنفسنا، وما نحاول نحن نحطها في قوالب رسموها الآخرين لنا كما تفعل الرأسمالية اللي أيضاً لها محاسن كثيرة. الرومانسية فهمتنا أن قيمة الحياة أكبر من مجرد الكسب المادي. الناس تكرر دائماً هذه الجملة، العائلة تأتي أولاً، family comes first. هالفكرة من نتاج المدرسة الرومانسية بشكل مباشر، بس في المقابل الفكر الرومانسي كان ساذج في نظرته للحب والزواج، وفي اعتقاده أن الاندفاع والعاطفة أقوى من العقل والتدبر، وأن حماس الشباب يتفوق على ضيق أفق الكبار، ومن هالكلام يعني. ولهذا لما يطرح شخص فكرة حالمة وغير عملية شو نقول له؟ نقول له فكرتك رومانسية. الحركة الرومانسية قدمت لوحات فنية رائعة وموسيقى ساحرة وآداب جميلة لا يمكن التخلي عنها باسم العملية والواقعية، لكن أيضاً لا يمكن أن نعيش في عالم مثالي منفصلين عما يدور حولنا اليوم.